انا حاليا انا يعتبر دلوقتي بدأت ريكوردينج تاني حضرتك. كريم اعتقد انا في ايكو، هتكلم ما فيه اعرفش هل حد فاتح المايك ولا انت عندك. على ما اظن في حد تاني فتح المايك. ثانية ما هعمل ميوت للكل. طيب ثانية واحدة. المفروض دلوقتي كده كل الناس المايك عندها مقفول، فهل لسه في ايكو تاني ولا تمام كده؟ أعتقد الإيكو من عندك، الكمبيوتر بيلوب. طيب طب ثانية واحدة اقفل الشير تاني. طيب هل كده كويس؟ طيب ألو، هل كده تمام؟ طيب هل في حد سامع إيكو تاني؟ طيب طب حد سامعني؟ لا هو انا سامعك، انا ما عنديش مشكلة. خلاص أوكي تمام حلو أوي. على ما أظن كده السكرين باينة كويس عندكم. ممكن بس حد يكونفيرم معايا؟ تمام. اوكي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النهارده يعني يعتبر اليوم الاخير، فاولا انا بحب اشكر الدكتور احمد يونس على الفرصه الجميله، وبشكر كل الناس بصراحه اللي حضروا. يعني ميرسي جدا للديفوشن بتاعكم للسكول ولشغفكم الكبير جدا ان انتوا تتعلموا حاجه جديده، او حتى لو انتوا اوريدي عارفينها فبتراجعوا عليها. فيعني اتس ان اونر بصراحه، وبالنسبه لي انا الشخص الكريم يعني ده يعتبر مايلستون بالنسبه لي. احنا تاني، انا عارف انا قلت السلايد دي بس هقولها تاني بسرعه. الاوبجكتيف بتاع السكول بتاعتنا، ودي نقطه مهمه جدا علشان تبقى في ذهن الناس وهي بتيفاليويت اللي حصل عامه بالنسبه للمستوى الشخصي او حتى بالنسبه يعني للمجتمع اللي حوالينا. احنا هدفنا ان احنا ثقافه الكوانتم كومبيوتينج في مصر تتعرف بشكل صحيح، بعيدا عن شكل الهايب المبالغ فيه اللي احيانا بيبقى جاي بشكل عكسي. عامة دي نقطة. النقطة التانية اللي احنا على قدر الإمكان علشان نستمر في إيفنتات زي دي فيما بعد، سواء كانت على سمول سكيل أو حتى على لارج سكيل، اللي احنا بنتارجت منطقة كبيرة زي منطقة المينا أو الميدل إيست أند نورث أفريكا، من غير الناس اللي حضرت سواء من الهاي سكول وصولا للناس البوست دوك. يعني ما أظنش إن احنا كنا نقدر نكمل. ده رقم واحد. رقم اتنين، من غيركم برضو مش هنقدر اللي احنا نقدر اللي احنا نعمل ايفنتات اكبر واقوى واحسن، واللي احنا ندخل فيها يعني امور اكثر اثارة وتشويق، وتبقى افادة لينا وافادة ليكم في نفس الوقت. فاهمية اللي انتوا تستمروا معانا على التواصل، واهمية ان يبقى في شغف من ناحيتكم وتشاركونا افكاركم في اي وقت وفي اي مكان، سواء على البيج بتاعت الفيسبوك او حتى على الايميلات او تتواصلوا مثلا معانا على لينكد ان، وبالاخص كمان مع دكتور احمد يونس. فده امر مهم بالنسبه ليكم وبالنسبه لينا. تاني حاجه بالنسبه لي انا، يعني انا مبسوط ان انا في ناس كتير اتعرفت عليها. في ناس يعني دايما كانت بتبعت لي على الايميل. بمناسبه الايميل، يعني في عدد كبير جدا بصراحه. يعني انا متفاجئ ان ناس كتيره جدا تفاعلت وبعتت فعلا حلول الاساينمنتس. كانت في زي ما قلت قبل كده في ناس جابت الحلول سولوشنز جاهزه من على النت، في ناس فعلا قدرت اللي هي تحط التاتش بتاعها وتفكر وتطلع معلومات جديده. فيعني بصراحه يعني فخر ليا اللي انا اتعرف عليهم، وفخر ليا اللي هم يبقوا موجودين في النتورك بتاعتي او الكوانتم فريندز بتوعي. فيعني ده شيء يشرفني جدا. يعني بالنسبه للامبورتنت نوتس، يعني ممكن يبقى انتوا عارفين منها جزء وفي جزء تاني ممكن ما تكونوش عارفينه. احنا كان عندنا برود اودينس غير طبيعي بالمره. يعني كان في ناس ثانويه عامه، في ناس لسه بدايه في اليونيفرستي، في ناس خلصت، في ناس خلصت وبقالها فتره طويله شغاله في الاندستري. فكان في من كل الاتجاهات. وبناء عليه كان لازم اللي احنا واحنا بندي السكول، كان طبعا في اساسيات كتيره اطولنا فيها شويه علشان الناس على الاقل تقدر تلاقي تستحمل اللي بيتقال. ده مبدئيا. تاني حاجه، تقدر على الاقل تبقى عارفه ايه هي نقطه الضعف اللي عندها وهي تقدر تشتغل عليها. دي حاجه.
الحاجة التانية يعني كان في المخطط بتاعنا اللي احنا كنا يعني اتليست نكفر بعض الحاجات الادفانسد شوية، ولكن يعني ارتقى لينا ويا رب نكون موافقين في الجزئية دي، اللي احنا نديكم الاساسيات من حاجات، وفي نفس الوقت الانفايتد سبيكرز يعني يعتبروا عملوا شوية اكسبوجر للستيت اوف ذا ارت areas in quantum computing يعني in general. احنا يعتبر غطينا اول first two chapters من كيسكي تكست بوك بالكامل بالتفاصيل بتاعتهم، حتى كمان يعني احنا غطينا اساسيات في البايثون والماثماتكس بتفاصيل ازيد شويه كمان من الكتاب. في جزء كبير جدا من شابتر 3 اللي هو يعتبر الشابتر بتاع الالجوريزمز، يعني يعتبر النهارده مشكوره منا وضحى ورمضان بسمه يعني شرحوا كمية ألجوريزمات كتيرة النهاردة، اليوم كان دسم شوية، فده يعتبر نص شابتر 3 بالكامل، مش بتبقى بس حاجات بسيطة ممكن انتوا تكملوهم لو عندكم الرغبة. طبعا الانفايتد سبيكرز يعني ناس معروفين جدا وناس اقوياء في المجال بتاعهم، فمن خلال التوكس، وكمان انا عارف ان لسه التوكس ما نزلتش على البيج، لكن ان شاء الله باذن الله يعني في خلال النهارده او بكره ان شاء الله يكونوا موجودين بالكامل. التوكس دي بعد ما تسمعوها هتقدروا ان انتوا شابتر 4 في كيسك تكست بوك تقدروا ان انتوا تفتحوه وتشوفوا الابلكيشنز اللي موجوده فيه، سواء كانت كوانتم ماشين ليرنينج او كوانتم اوبتمايزيشن. ويعتبر اول مره في منطقه يعني في مصر وفي افريقيا، نقدر نقول في مصر وفي افريقيا وفي منطقه الشرق الاوسط كمان، ان يبقى في توك ديديكيتد للكوانتم هاردوير، او بمعنى ادق عشان نبقى دقيقين اكتر، يعني السوبر كوندكتنج كيوبيتس او الهاردوير اللي اي بي ام شغال عليه، يبقى فيه يعني توك مخصص للشرح البيزكس او الفيزكس بتاعته شغاله ازاي، وايه الليميتس بتاعتها، وهم ليه ماشيين بالنهج ده. فيعني دي حاجه يعني سابقه يعني وفريده من نوعها. احنا يعتبر برضو انا قلت اللي احنا غطينا البيزكس بتاعت البايثون بروجرامينج، واللي احنا ازاي نقدر نستخدم اكتر من كذا انفايرمنت. يعني في يوم انا استخدمت الجوبيتر نوت بوك اللوكال، وبعديها في يوم استخدمت الحاجات اللي موجوده على اي بي ام، وفي يوم النهارده منا غطت الكولاب واليوسج بتاعه. اهم نقطه لازم تبقوا فاهمينها، سواء عايزين تكملوا في كوانتم كومبيوتنج او في حاجه تانية او حتى في الريسيرش، انت لازم يبقى معاك بروجرامنج لانجويج بغض النظر انت خريج ايه. حتى لو كنت خريج يعني تربيه وبتعمل ريسيرش، انت هتبقى محتاج ستاتستكس واناليسيس للديتا اللي معاك. من غير بروجرامنج لانجويج يعني الموضوع مش هيبقى لطيف ان انت تطلع ريزلتس كويسه. فيعني البرمجه مش ما بقتش رفاهيه زمان، او مثلا مقتصر على ناس معينين، لا يعني بقت مفتوحه، ولازم يعني بايثون او اي لانجويج انت حاببها او دماغك رايحه لها براحتك، بس يعني يفضل البايثون لان هي يعني مور جينيريك، الابلكيشنز بتاعتها كتير. بعد كده الكوانتم ايكو سيستم اللي موجود في العالم كله، اول لينكين يعتبروا دولت. اللينك الاولاني يعتبر مجموعه من الجروبس اللي موجوده على ويب سايت اسمه ميت اب. الويب سايت ده يعني يعتبر مخصص اللي انت كاريت عليه جروب، وتعمل انفيتيشن لسبيكرز يجوا يتكلموا فيه، وفي ناس بتحضر ميتنجز فور فري، او لو انت عايز مثلا يبقى بتيكت بفلوس يعني اتس اوكي، حاجه ترجع لك. ففي طبعا اول لينكين في جروبس كتيره جدا على مستوى العالم ليها الميت ابس بتاعتهم، وبيبقى فيها توكس ممتازه، واوريدي يعني نقدر نقول حوالي 90% منها بيبقى ريكوردد. فيعني فرصه كويسه جدا ان انتم تدخلوا وتشوفوا الجروبس دي، تعملوا ريجستريشن فيها وتستنوا الابديتس تجي لكم على الايميلز. يعني تالت لينك ده يعتبر من اللينكات او يعني قصدي من الجروبس يعني المشهوره جدا، ودايما بيبقى فيها الـ يعني هوت توبكس على طول، اللي هو واشنطن كوانتم كومبيوتنج ميت اب. فيفضل اللي انتوا تتابعوه، يعني ده من ضمن الاختيارات بتاعتي. يعني رقم 4 الكوانتم ريسيرش سيمينارز تورونتو، يعني ده يعتبر لسه جديد شويه السيمينارز دي. الفكره كلها ان في جروب موجود في كندا تبع شركه اسمها زاباتا كومبيوتنج، بنسبه كبيره يعني بيشوفوا مثلا الليتست ريسيرش، بيعملوا انفايتد للانفيتيشن للاوثرز، و بيتكلموا معاهم في الريسيرش بتاعهم.
فشيء كويس برضو اللي انت تكسبوز يور سيلف يعني للليتست نيوز يعني في الفيلد. طبعا في كيسكت شانل على اليوتيوب لو فتحتها، طبعا البرزنتيشن دي ان شاء الله هتتشير معاكم. الشانل بتاعت كيسكت جواها يعني عالم تاني خالص، سواء ماتيريال شرح، سواء سيمينارز، سواء توتوريالز يعني ليكتشرز، كل حاجه انتم ممكن تتخيلوها. رقم 6 وان كوانتم افريكا، يعني من الانيشيتيفز الجميله جدا اللي موجوده، وتعتبر يعني حاجه يعني سباقه شويه في بالنسبه لافريقيا. اسبوعيا بيبقى فيه ميت اب بيتعمل يوم الاربعاء، ولما بتشترك في الميت اب ده يعني كل اسبوع بيجي لك الليتست نيوز في الفيلد، سواء في جوه افريقيا او بره افريقيا، ودائما بيبقى فيه سبيكرز كويسين، وبيسمح لك ان انت تشير يور ايديز. كده كده تقدر تتكلم وفي نفس الوقت ممكن تسأل بكل حرية. في حاجة اسمها كوانتم اوبن سورس فاونديشن، الفاونديشن دي مهمة جدا جدا جدا، جواها توبكس كتيرة، سواء ماتيريال للدراسة، سواء تقسيمات، سواء صحيح في منتور شيب بروجرام حاليا الابلكيشن بتاعته مفتوحة ممكن تقدمه فيه عادي جدا، ايا كان الاكاديميك رانك بتاعك ممكن تقدم، وبتبقى عبارة عن تاسك معينة بتحلها وبناء على طريقة حلك هل انت حليتها صح ولا لا طبعا، والاكيرسي بتاعت الحل وطريقة كتابة الكود بتاعتك تفرق طبعا في الايفالويشن. بعد كده بعد ما بتخلص وبتعدي الاساينمنت ويعني باوزد، فبيتعمل لك ماتش اب مع منتور، وبتشتغلوا يا اما مثلا على سوفت وير بروجكت او ريسيرش بيبر او بتكتب توتوريال او بلوج بوست او حتى ان انت كونتريبيوت لاي سوفت وير باكج. في طبعا حاجه اسمها كيو وورلد، كيو وورلد يعني تعتبر من الكوانتم اورجانيزيشنز الكبيره جدا ومنتشره في العالم، وقريب يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني هتبقى في حاجه في مصر باذن الله، الحاجه لكيو وورلد اوريدي موفره الداتا بتاعتها والتوكس بتاعتها على الانترنت. وفي النهايه طبعا يعني متواضع يعني الجروب بتاع الالكسندريا كوانتم كومبيوتنج جروب، تقدروا تشوفونا عليه وتشوفوا الشغل اللي احنا بنعمله، ونتشرف ان انتم تتواصلوا معانا سواء للاديوكيشن او للريسيرش. طبعا الكوانتم سوفت وير انا عملت لها حاجه مخصوص، انت تقدر مجرد يعني لما تعمل كليك على الصوره هتوديك على الويب سايت. يعني باختصار شديد الصوره دي فيها كل التفاصيل، او يعني اللينك قصدي فيه كل التفاصيل بتاعه السوفت وير باكجز اللي موجوده، ولكل تكنولوجي سواء للانيلينج، السوبر كوندكتنج كيوبيتس، الايون ترابس، في ايه تاني، الحاجات بتاعه مايكروسوفت وهم شغالين توبولوجيكال كيوبيتس، كل حاجه انت تتخيلها هتلاقيها موجوده، ومرتبينها ترتيب منطقي جدا على حسب هل هي فول ستاك ولا لا، هل هي متخصصه بالكومبايلرز ولا لا، هل هي متخصصه بالكوانتم انترنت والكوميونيكيشن والكريبتوغرافي. يعني مقسمينها تقسيمه كويسه، وفيها لغات غير كيسكت ممكن انت تتعرف عليها وتشوفها. بالنسبه للرود ماب بتاعت الكوانتم كومبيوتنج، يعني الخبر ده لسه طالع امبارح، يعتبر طازه. اي بي ام يعني عملت شير للرود ماب بتاعتها. حاليا احنا يعتبر واقفين في الاريا دي يعني رايت ناو، احنا عندنا الكيوبيتس اللي موجوده حاليا في المطبخ، يعني زي ما بيقولوا 127 كيوبيت للاركتكتشر اسمه، او يعني الكوانتم كمبيوتر اسمه ايجل. في حاجه مهمه للناس اللي حضرت السيشن بتاعت كيسكت، في الاول شرحت طبعا كيسكت النظام بتاعها من جوه عامل ازاي والتفاصيل بتاعتهم، وهما كانوا دايما عاملين اكسبوجر كده الفور اليمنتس، تيرا، بعد كده اكوا، بعد كده اجنس، بعد كده تيرا اكوا اجنس، وكان في واحد تاني الرابع، تيرا اكوا اجنس، ونسيت، لا اله الا الله، لا اله، تيرا واكوا واجنس، كان في واحد رابع انا نسيته. اريا ما تزعلش نفسك يا كريم، ما حصلش حاجه اريا. ما علينا، يا تيرا واكوا واجنس، والله كان واكوا نعم واير، صح واير سيميوليتر صحيح واير. المهم هم كانوا في الحته دي، او يعني يعتبر من 2019 و2018 كانوا مركزين على البيزكس قوي، لكن بعد كده لما تفتحوا الويب سايت هتلاقوا اول حاجه بيعمل لنا اكسبوجر الابلكيشن موديول،
بتاعهم هم مركزين جدا على الفاينانس حاليا والماشين ليرنينج والاوبتمايزيشن بروبلمز، حاجه اسمها ناتشرال ساينسز. ده موجود في الفتره الحاليه بتاعت 2021 و2022، هتفضل مستمره لحد الفتره دي. فيما بعد لما نعدي الحاجز بتاع 300 كيوبيت او 400 كيوبيت، هيبقى قبل الابلكيشنز ذات نفسه، هيبقى من جوه بقى في بري بيلت كوانتم ران تايمز، في هيوصلوا الكوانتم كمبيوتر ذات نفسه بهاي بيرفورمانس كوانتم كومبيوتنج، هاي بيرفورمانس كمبيوترز. اوكي، والاهم من ده كله اللي هيبقى في حاجه اسمها ادفانسد كنترول سيستمز. والفكره بتاعت الادفانسد كنترول سيستمز مع سيركت لايبريز، يعني لو تفتكروا كده السيشن بتاعت ثالث يوم اللي اتكلموا فيها عن الريفرسيبل سيركتس ومختلف اللايبريز اللي بتبقى موجوده، هيبتدوا يركزوا ان الهاردوير ذات نفسه يبقى جينيريك سواء لايا كان اللايبرري اللي هتبقى محطوط عليه، ده رقم واحد. رقم اتنين، هيحاولوا بقدر الامكان ان الايرور كوركتنج كودز او يعني اللي هم يقللوا نسبه الايرور على قدر الامكان، وفي نفس الوقت يسمحوا ان الدبس بتاع الكوانتم سيركت يزيد. فدي هتبقى بالنسبه لهم يعني ده التوب برايورتي. وبعد كده هتيجي مرحله الابلكيشنز. ف نقدر نقول ان من 4 سنين ما كانش حد يتوقع الرقمين دول يتحطوا، اللي هو 1000 وممكن نوصل لبلاس مليون، يعني عشان نبقى منطقيين محدش كان يتوقع حاجه زي كده. وحاليا هم بيتوقعوا ان في 2025 2026 ممكن نوصل لل 1000 اتليست، حتى لو حاجه تبقى اكسبيرمنتال، مش شرط اللي هي تبقى موجوده على الكلاود، يعني احنا كفري يوزرز نستخدمها، بس اتليست هتبقى موجوده يعني في اللابس. ده معناه حاجتين، معناه رقم واحد ان في وقت من الاوقات كانت في ابلكيشن او قصدي الجوريثمز كانت ضخمه جدا وما ينفعش ان احنا نشغلها على كوانتم كمبيوتر. على سبيل المثال شورز الجوريثم اب انتل ناو صعب ان انت تشغلها بشكل افيشنت اصلا، يعني الاوتبوت اللي هيبقى طالع لك عباره عن وايد نويز كده، بروبابيلتيز كلها صغيره جدا جدا وكلهم قريبين من بعض. لكن ممكن في خلال 8 سنين من دلوقتي يعني نلاقي ان شورز الجوريثم على الاقل تم استخدامها نعمل فاكتورايزيشن لارقام صغيره، ممكن في خلال 12 او 15 سنه بالكتير يبقى خلاص الموضوع كده اتفتح ونقدر ان احنا نستخدمها ان احنا نعمل فاكتورايزيشن لارقام اكبر. ففي الاتجاه ده برضو في نقطه كده، او يعني في ريسيرش حاليا شغال اللي هو بوست كوانتم ريزيستنس، اللي احنا اوريدي يعني الناس خلاص بتقول احنا دلوقتي بقى عندنا كوانتم ثريت او في تهديد مثلا للسكيورتي سيستمز، احنا ازاي نقدر نصمم كلاسيكال الجوريثمز تقدر لها تواجه الكوانتم ثريت ده. فده برضو اتجاه يعني ابتدى يطلع وابتدى يزيد، بلس ان في حاجه دلوقتي اسمها كوانتم بلايند كومبيوتيشن برضو من الاتجاهات المهمه جدا، اللي هو ده يشبه بالظبط الديستريبيوتد كومبيوتنج، او لو انت عندك اكتر من كذا كلاستر مثلا من الكمبيوترز او السيرفرز، ازاي مثلا السيرفر ده ياخد جزء من البروبلم يحلها من غير السيرفر التاني ما يعرف مين اخد ايه ومين بيعمل ايه، وكلهم يحلوها مع بعض في النهايه خالص يردوها للسورس. برضه الماشين ليرنينج في حاجه زي كده اسمها فيدريتد ليرنينج، فانت ممكن برضه تدخل الكوانتم كومبيوتنج في حته الفيدريتد ليرنينج، توزيع الداتا والتريننج بتاعها. فكل ده كانت من حوالي 3 4 سنين فاتوا كان شبه مستحيل انت بتحلم. رايت ناو الدنيا ابتدت تتطور اكتر واكتر، ف هو نوز مين او ايه اللي ممكن يحصل في 8 سنين او 10 سنين الجايين، ده يعتبر نير فيوتشر بالنسبه لنا. ما تفتكرش هي ده لسه زمن؟ لا، 10 سنين بالنسبه للتطور بتاع التكنولوجي ده يعني ولا حاجة، لأن التكنولوجيا لسه طالعة في أول التسعينات، احنا حاليا أهو في 2021، يعني ما مرش أكتر حتى من 30 سنة، ولا أي يعني ما مرش حاليا أكتر من 30 سنة وإحنا وصلنا لحاجة كبيرة زي كده. الكلاسيكال كومبيوتينج أخد وقت طويل جدا 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 على ما قلنا اللي إحنا بنعمل بيه حاجات مهمة. الكوانتم كومبيوتينج حاليا بنقدر نعمل بيه حاجات مهمة، أي نعم ملهاش إمباكت كبير، بس أتليست مين كان يصدق إن ممكن مثلا نيورال نتورك كبيرة نقدر ان احنا نعملها سيميليشن بكام كيوبيت صغير وبيدي نفس الافيشنسي، حتى لو مش بيدي اكيورسي عاليه ولكن بيدي نفس الافيشنسي بتاعت نيورال نتورك كبيره. ف ده something يعني you should think about، وما تقولش ان كوانتم لا لسه قدامه او لسه ضعيف، لا فكر اللي انت قدامك بوتنشال انت مش عارف تستخدمه حتى الان بشكل صحيح. فدي نقطه مهمه. اخر حاجه ريسورسز، كيسكت تكست بوك طبعا، في كوانتم كومبيوتنج ان ارابيك، دي البلاي ليست بتاع دكتور احمد يونس، يعني اوريدي حاطط يعني
يعني بلاي ليست جميله جدا للكوانتم كومبيوتنج على اليوتيوب، وعلى ما اظن هو يعني الكورس ده بيتاخد للاندر جراد والماسترز ديجري، فيعني اي ثينك اللي هو بيقدر يناسب معظم الناس. طبعا كورسيرا وايدكس حاليا عليهم كورسات فوق الممتازه للكوانتم كومبيوتنج. في نقطة مهمة يعني للناس اللي فعلا حابة تدرس الموضوع بما يرضي الله، يعني حاول تشوف لك كورس كوانتم ميكانكس وتدرسه، مش شرط يبقى ادفانس كوانتم ميكانكس، بس اتليست توصل لليفل اللي انت تقدر تفهم يعني ايه كوانتم هارمونيك اوسيليتور. ذات از انف انك تقدر تقول ان الدنيا كويسة. خامس حاجة البروجرامينج. البروجرامينج يعني انت لو كتبت على اليوتيوب بايثون كراش كورس وتعمل بس يعني تحدد ان السيرش يبقى على الفيديوهات اللي هي اكبر من 20 دقيقه، هتلاقي مثلا في فيديو بتاع حوالي 8 ساعات جايب لك البروجرامنج من بدايه يعني ايه فاريبل لحد ما يوصل معاك اللي انت ازاي تعمل ويب ابلكيشن. ف مالكش حجه يعني عشان احدد لك ريسورس معين، فبراحتك. طبعا اخر حاجه خالص، يعني لو انت دلوقتي مثلا سايب بالتليفون ممكن تصور بس الباركود هيوديك على الفيدباك فورم، يعني يا ريت الفيدباك فورم تملوها، مهمة علشان نعرف نتواصل معاكم، سواء لو انتوا حابين تكملوا ك يعني educational events او لو حد حابب يعمل research فيملى الفورم بحيث ان الدكتور احمد يونس يقدر يتواصل معاه. معلش يا كريم، برضو انا هقفص في حكايه الفورمز انا. اتفضل بمعنى يا جماعه اتفضل. اللي حابب ان هو يحصل على الكترونيك سيرتيفيكت اوف كومبليشن اوف ذا سكول، برضو رجاء مهم جدا الفورم ده، ان هو الفورم ده اللي احنا هنستخدمه ان حضرتك فيه تشيك بوكس كده ان حضرتك عايز سيرتيفيكت ولا لا. فمعلش ات از ماست ان حضرتك تو كومبليت ذيس فورم عشان نقدر نبعت لحضرتك على الميل السيرتيفيكت بتاعتك. فالفورم ده رجاء اهتمي بيه جدا عشان نعرف نبعت للناس الشهادات بتاعتها على طول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دلوقتي يعني اخر حاجه خالص، يعني لو حد حابب يسال اي سؤال، يعني على ما اظن دكتور احمد يونس يقدر يقوم بالمهمه دي ويرد عليه رد شافي وكافي ان شاء الله. يعني انا انا بشكركم بس جدا بس على الاطلاق. قبل ما نسمع الاسئله تاني، انا بشكر الساده الحضور اللي قعدوا معانا الخمس ايام دول. بس مهم معلش يعني حتى لو ان ده والبي ريكورد هينزل، فلازم يبقى معروف كده ان في ناس تعبت جدا عشان السكول دي تطلع كده تبقى يعني حقيقه خالص كده، احنا يعني في اخر دقائق. فلازم نشكر الدكتور اماني عميد كليه العلوم لانها دعمت المدرسه دي بشكل لا يتخيلوا احد، وانا مش هقعد احكي على القصه دي كتير، لكن عشان السكول دي تطلع وتتنظم فدكتوره امين كان ليها دور كبير جدا. لازم برضو نشكر التيم اللي يعني اشتغل وحضر وقعد معانا، دكتوره رحمه منتصر ودكتور محمد عثمان، التيم بتاعنا بس الياس من المصري، محمد شعبان، ميرنا حسني. لا ميرنا حسني للاسف اعتذرت لان هي عندها ظروف، في بس دورهان كانت معانا، ساره كانت معانا، مريم مدحت كانت معانا، وضحى عبد الفتاح كانوا معانا. وطبعا انا بشكر شكر الاخر كريم كان المدرسه يعني كان بيشتغل، ويمكن اول يوم كان واضح، معلش كريم الكلام ده بس الناس لازم تعرف كريم كان مريض جدا اول يومين ومع ذلك صمم ان هو يشتغل. فانا بشكر شكرا جزيلا، ويعني ربنا يبارك لك في صحتك ان شاء الله. يعني شكرا جزيلا شباب. هوقف دلوقتي ريكوردينج وستوب شيرينج.